باش تروح لكيوبا خضرا جايه. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى والميدالية الذهبية وفرحان الحمد لله بهذه الميدالية ونهديها لعائلتي والمدرب تاعي اللي وقف معايا والحمد لله. كيفاش كان السباق؟ كان شوية صعب مع السخانة والباركور شوية كان ديفيسيل مع لي فيراج والكوت، مي الحمد لله جرينا لا كومبيتيسيون لافا وحققنا نتيجة مليحة مع أنه الوقت شوية مقبول نوعا ما.